السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن ده يعتبر آخر فيديو بنلخص فيه النوتس المهمة في الـ HTM ستاندرد الخاص بالميديكال جيز. زي ما عرفنا الـ HTM فيه كذا ستاندرد، اللي احنا بنشرح منه دلوقتي ده الستاندرد الخاص بالميديكال جيز سيستم. تمام. طيب في الشابتر ده اللي هو بنتكلم عن الميديكال كومبريسد اير سيستم، وزي ما اتكلمنا قبل كده ان احنا ممكن بيبقى عندنا دوبلكس سيمبلكس كومبريسور سيت، ممكن تبقى دوبلكس ممكن او تبقى تريبلكس. ففي الدايجرامز دي بتوضح الكونفيجريشن للمنظومه بتاعت الكومبريسد اير وكل الكومبوننتس والفيتنجز اللي هتتركب عليها. يعني مثلا لو ده دوبلكس ميديكال اير عند 400 كيلو باسكال اللي هي حوالي 4 بار، هيبقى المنظر ده. كومبريسورز قبليها للإنلت فلتر، طبعا بعديها بيبقى فيه البريشر سيفتي فالف في حالة إنه ممكن يعمل ريليف، فيه البريشر سويتش، فيه الأفتر كولر المبرد للهواء، في البول فالفز، في الاوتوماتيك درين، في تمبريتشر سويتش، في فليكسبل كونكشن، في نون ريتيرن فالف، في البول فالف. بعد كده ممكن نلاقي او بنلاقي طبعا لازم يبقى الاير ريسيفر نفس الشكل اللي احنا شرحناه في كومبريس اير سيستم. هو هيبقى هو مفيش اختلاف فيه. الفرق بس ان الكومبريسورز هنا بتبقى لازم كويل فري كومبريسور. الاير ريسيفرز بعديها بيجي الووتر سيبريتور والويل فلتر والدرايرز، وبعد الدراير لازم نلاقي داست كربون فلتر، بعديه البكتيريا فلتر، وفي بريشر ريجيليتورز. بعد كده بنوصل للمنظومة بتاعتنا، وطبعا بيبقى فيه الباك اب بتاعهم بيبقى الاوتوماتيك مانيفولد سيستم بالهوك اب او الفيتنجز والفالفز اللي بتتركب عليه. نفس الكلام لو انا عندي تريبلكس ميديكال اير. لو نفتكر الفرق ما بينهم، فرق ان في الدوبلكس والتريبلكس كل كومبريسور من دول بيبقى معمول له سايزنج على 100% من الديزاين فلو، لكن في الكوادركس لا، اللي هو الكوادربلكس بنلاقي ان كل كومبريسور ممكن يشيل 50% من اللود فقط. فده كده التريبلكس نفس مكونات المنظومة، بس ممكن نلاقي إن إحنا حاطين اتنين برضو تو إير ريسيفرز. يبقى في الدوبلكس والتريبلكس هنلاقي تو إير ريسيفرز وتو درايرز. نفس الكلام في الكوادريكس، المينيموم تو إير ريسيفرز. لو نفتكر تو إير ريسيفرز دي إمتى نستخدمهم؟ لو الفلو أعلى من أو يساوي 500 لتر بير مينت. لو انا عندي بقى كومبايند منظومه كومبايند، يعني في كومبريسورز الاربعه بار زائد السبعه بار، المنظومه بتاخد من نفس الكومبريسور، هنلاقي ايه؟ ان هو بيسبلاي من بعد الاير ريسيفر، بعد كده الدرايرز بالسبعه بار، وبعد كده بياخد من السبعه بار دي كونكشن بعد ما يكون وزع للمنظومه بتاعته، وبيعمل ايه؟ بيعمل بريشر ريجليتنج او محطه تخفيض ضغط، يوطي الضغط لحد منظومة الأربعة بار. بعد كده الإنتاج بتاع الكمبريسور لو بدأنا بيه ككومبوننت بيبقى لازم إن هو على الأقل 5 متر فوق مستوى سطح الأرض، ولازم يكون بعيد عن أي ويندوز أو لوفرز، إنتاج لوفرز أو أي فيكتشر تانية، آسف، أو أي مصدر تاني ممكن يسحب زي impurities أو dust يعني مع الهواء ويدخله جوه الكمبريسور. طيب هي كل المعلومات اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي ممكن نكون اتكلمنا عليها في الشابترز بتاعة الكمبريسد اير سيستم. هنا مثلا أنواع الكمبريسورز الريسيبروكيتنج والروتري فين والسكرو، هنا بيتكلم عن أنواع
السيلينج اللي ما بين السلندر وما بين الكمبريسور نفسه اللي هو بيمنع الأويل سيل إن هو يخش جوه الكمبريشن شامبر، ونوع السيل ده الماتيريال بتاعه لو نفتكر اللي هو قلنا البي تي اف اي اللي هو البولي تترا فينايل كلورايد، ده اللي هو كان أفضل نوع للسيلينج. نتكلم برضو هنا عن الاير ريسيفرز، إن هي بتبقى السايزنج بتاعها 50% من الكمبريسور اوتبوت في دقيقة واحدة بس. وبس stated in terms of free air delivered at normal working pressure. ولو المنظومة بتاعتي فيها design flow أكتر من 500 لتر بير مينت بنستخدم two receivers. هنا الووتر كونتنت والماكسيمم، ده كده يعتبر الماكسيمم ووتر كونتنت في المنظومة، وده الأويل الماكسيمم 0.1 مللي جرام بالمتر كيوب. بعد كده بيتكلم عن الدرايرز، كنا قلنا إن الدرايرز فيه منها الريفريجرنت اللي هو لحد ديو بوينت بلس 3، لو عايز ديو بوينتس لماينس 50 أو 60 ممكن بنستخدم الديسيكن تايب درايرز. بعد كده الفلترز وأنواعها، الأكتيفيتد كربون فلتر والبكتيريا فلتر، كل واحد الريتنج بتاعه بالميلي جرام بالميتر كيوب قد إيه. وهكذا باقي الكومبوننتس في الكومبريسد اير سيستم. بعد كده بتكلم شوية عن نظام مختلف ممكن مش هنشوفه كتير اللي هو سينثيتيك اير، اللي هو بيجنريت الميديكال اير عن طريق الأكسجين والنيتروجين، يعني بيجيب نيتروجين جنريتور زائد الأكسجين اللي ممكن يجي من الـ VIE أو اللي هو الكريوجينيك تانكس بينتج سينثيتيك اير، وده ليه شوية ريكوايرمنتس معينة في الجنريشن. ممكن لو حد اتعرض له، انا عن نفسي ما تعرضتلوش قبل كده، بس لو حد اتعرض له ممكن ان هو يبص فيه ويعرف ديتيلز عنه اكتر. بعد كده هنا بدأ يتكلم عن السيرجيكال اير سيستم اللي هو 7 بار، المينيمم بريشر بتاعه 7 بار، والديزاين فلو 350 لتر بير مينت. بيدي شوية نوتس عنه، ومثلا الاير ريسيفر بتاعه بيتعمل سايزنج بتاعه ازاي اكوردنج للتيبل ده. لو الفلو اعلى من 500 بيجيب اير فيسل واحد في 200% ديزاين فلو، لو من 500 ل 2000 بيجيب 2 في 67 ديزاين فلو، لو 2000 ل 3500 بيبقى الفيجرز. ده كده شكل الدايجرام. اللي هو التيبيكال سيمبلكس سيرجيكال اير بلانت اند اوتوماتيك ايمرجنسي ريزيرف مانيفولد. دي بتبقى الكمبريسورز ودي السلندرز اللي بتخدم عليها كـ emergency supply. نفس الكلام بدأ يتكلم هنا، بيدي شوية نوتس عن الميديكال فاكيوم، زي ما قلنا إن لازم بنضمن عند التيرمينال يونت مينيمم بريشر 300 مليمتر ميركوري اللي هي 40 كيلو باسكال.
بعد كده بيبدأ يتكلم عن النويز ليفل المرتبطة بالفاكيوم بومب على حسب الباور بتاعتها، دي ريكومندد نويز ليفل المسموح بيها أو المقبولة. طيب هنيجي بقى لو أنا عندي تريبليكس فاكيوم سيستم، بنلاقي إن دي الفاكيوم بومبس والبوكب اللي بيتركب عليها، في هنا الفاكيوم فيسل اللي بيودي اللي بيتم الديسشارج ليها، فده اللي أوت بتاعها. هنا دي الترمينالز اللي بيسحب منها، بعد كده بيسحب منها يخش على البكتيريا فلتر، ومن البكتيريا فلتر بيخرج ببايب يخش على الفاكيوم بومبس زائد الاير زائد الفاكيوم فيسلز دي، بعد كده بيتم طردهم بقى على ايا كان المكان اللي هيتم طرد الفاكيوم سيستم دي، هو في الغالب بيطرد على خزانات على الفاكيوم فيسلز دي. وزي ما قلنا ان الاكزوست ده لازم يبقى في مكان كلير من اي شبابيك او فنتيليشن انتيك او الانتيك اوف اير كومبريسورز او اي اكويبمنت تاني. بنحسب الفوليوم دي الفيسلز دي ازاي؟ هي بتبقى على حسب الكباستي، عبارة عن الفلو ريت خاص بالريسيفوار لمدة دقيقة، لمدة دقيقة دي كده الفوليوم اللي أقدر أخزنه فيه الفيسل دي. والبريشر زي ما قلنا المينيمم عند التيرمينال يونت 300، عند البامب نفسها بيبقى 450 او 450 مليمتر مركب. وهكذا نفس الكلام للاي جي اس اس. الاي جي اس اس بس فيه معلومة كده ممكن حابين نتكلم عليها، ان هو بيقول لك ايه، بيبقى على حسب النمبر. يعني لو انا عندي اوبريتنج سويتش، هو طبعا بيتحط فين؟ بيتحط لو انا عندي غرف عمليات، ده اللي بستخدم فيها الاي جي اس. طيب عدد الوحدات بتاعت الاي جي اس اللي هي البامبس دي بيبقى بناء على ايه؟ بيبقى بناء على عدد الاير هاندلنج يونت that are to be installed for each operating suite. For example, if a separate air handling unit is supplied for each suite, a separate AGS disposal system bomb should be installed. Where an air handling unit supplies two or more operating suites, the AGS disposal system should serve the same number and in this case be anonymous. يعني على حسب عدد الاير هاندلنج يونت، لو انا عندي اير هاندلنج يونت بتخدم كذا اوبريتنج سويت، ممكن بنستخدم اي جي اس واحده لكل اوبريتنج سويت. الشابتر ده ممكن نتكلم عن الوارنينج والالارم سيستم، ده شكل الـ AVCU، دي الـ Area Alarm Panel، ودي الـ Flow Switches أو Pressure Switches اللي بتبعت سيجنال لقيمة الضغط في كل نوع من أنواع الجاز للـ Control Panel دي، بحيث تبقى مرئية لأي حد معدي جنب الـ AVCU. ان السيجنالز ديسبلاي الكالرز بتاعتها ونوع السيجنالز اللي احنا لما نحتاج نبص ليها. اخر شابتر اللي هو بنتكلم فيه عن البايب لاين انستوليشن، هنا بيوريك لو انت عامل توزيع بايبنج عن طريق اللوب دي زي ما اتكلمنا عليها في الكومبريسد اير سيستم،
بتبقى فايدتها ان بيبقى الفلو ديفايدد على تو برانشز، وبالتالي البريشر بروب هيبقى نص، يعني اقل من القيمة الأصلية. انا التوين بايبلاين سبلاي ارينجمنت للفي اي بي، ولو هو في برايمري وبي سكندري، بنعتمد ان يبقى فيه خطين على اساس لو حصل فيلير او في مينتنس في خط منهم بنقدر نعتمد على التاني. بعد كده بنتكلم عن البايبنج ماتيريالز. بيبقى عندنا في البايب ماتيريال طبعا الكبر، ده اشهر نوع، ممكن في كيسز معينه بيستخدموا البي في سي او اليو بي في سي او البي بي ار، ممكن او يعني مواسير البلاستيك عاده ممكن تستخدم في كيسز معينه، في حاله ان الكلاينت قرر ان تكلفه الكبر عاليه بالنسبه له. نتكلم في الجزء ده عن طريقة تركيب البايبنج، يعني ممكن الحاجات دي هتهم أكتر في الانستليشن. في التيبل ده بيتكلم عن الهانجرز والسبورتس، المسافات ما بينها أكوردنج للبايب سايز. بعد كده هنا الكالر كودينج لكل نوع من أنواع الجاسس. بعد كده في آخر جزء ممكن هنبدأ نتكلم عن إزاي نعمل سايزنج للمنظومة في مواسير الكمبريز دي. السايزنج بيبقى كالتالي، بيبقى فيه كل نوع من أنواع الجاز أو على حسب البريشر اللي فيه البايب لاين، يعني الأربعة بار أو لو أنا 7 بار بيبقى مديك تيبل، لو أنت فاكيوم أو لو أنت 11 بار، لكل بريشر في المنظومة بيبقى فيه تيبل بيوضح لك هنتكلم عن الطريقة اللي احنا بنعمل فيها سايزنج إزاي. هنلاقي في الخانة دي في الجزء اللي فوق خالص distance from source، دي معناها ايه؟ معناها اللينس بتاع البايب، يبقى دي كده المقصود بيها اللينس اوف ذا بايب اللي انا محتاج احسب البريشر دروب عليه. طيب نفترض هو مديك ارقام 8 15 30 61 لحد 457، طب بنشتغل بيها ازاي؟ بشوف الرقم، يعني مثلا لو انا عندي البايب لينس 17، فباخد ال 17 اقسمها على ال 15، ده اكوردنج للايكويشن دي اهو، الميجرد لينس اوف بايب هو عندي اكتشوال 17، النيرست لينس اقرب طول لي ال 15، يبقى اخد ال 17 اقسمها على ال 15، تمام كده. بعد كده بضرب في حاجه اسمها الديزاين فلو، ده كل ده عشان احسب البريشر دروب، الديزاين فلو على النيرست فلو فروم تيبل A1، يبقى انا خلاص في 17 على 15 ضربت فيه، اشوف الفلو ريت بقى عند ال 15 الاكتوال كام. نفترض ان الاكتوال 500، فالاقرب لل 500 كام؟ 572، يبقى هضرب 500 على 572 اهو، الديزاين فلو 500 على النيرست فلو فروم تيبل A1 572 تربيع. بعد كده بضرب في البريشر دروب فروم تيبل A1،
17 على 15 في الديزاين فلو اللي هي 500 على 572 النيرست بريشر دروب كام؟ نفترض ان هو 14، ده لو انا البايب سايز عندي الرقم ده. يعني نشوف على 572 دي قيمة البريشر دروب كام؟ اللي هو 14. طيب نفترض البريشر دروب اللي طلع لي مثلا سي 22، يبقى انا في البايب سايز دي انا اعلى من اعلى قيمة للبريشر دروب. هو مديك 3 قيم للبريشر دروب، 7 و14 و21، انا طلعت اعلى من اعلى واحدة فيهم، فبروح على طول للسلكشن اللي بعده او البايب سايز اللي بعده. يبقى كده البايب سيجمنت دي اتعمل لها سايز مظبوط بتاع حسب البريشر دروب عليه. فهو شارح ده في الاكزامبل يقول لك نفترض ان انت تحسب بريشر دروب في 15 ملي متر دايمتر بايب طولها 12 متر وفيها 800 لتر بير مينت. طبق الايكويشن دي اهو، جاب اقرب لينس لل 12 متر اللي هي ال 15، يبقى قسم ال 12 على 15. بعد كده والنيرست فلو ريت تو ذا ديزاين فلو في 800 لتر بير مينت هو ال 711، جابه من الجدول، ضرب في 800 على 711 تربيع. بعد كده عمل ايه؟ جاب البريشر دروب اللي هو حوالي 21 كيلو باسكال عند 15 ملي متر دايمتر 15 لينس اوبن. بعد كده جه بقى جاب كده البريشر دروب هو حوالي 21.3 كيلو باسكال. طب ال 21.3 دي غير مقبولة، فعلى طول بيقول لك ايه، راح للنيكست هاير بايب سايز. هي ليه غير مقبولة؟ لأنها أعلى من أعلى ضغط، أو يعني قريبة لأعلى قيمة. عارفين إحنا بنصمم المنظومة إزاي، همسك كل بايب سيجمنت على أطول مسار من السورس اللي هو الكمبريسور مثلا لأبعد نقطة أو أبعد إير تيرمينال في الهوسبيتال أو في المبنى بتاعي، واتاكد ان البريشر دروب اللي هيحصل هو 5% من قيمه البريشر. يعني البريشر لو 4 بار، 5% من الاربعه هي حوالي 0.2 او 0.3 بار. اشوف بقى كل بايم سيجمنت البريشر دروب اللي عليه قد ايه واجمع كله واشوف هيبقى في رينج ال 0.3 ولا اقل او ازيد منه. اهو هو ده اللي هو عمله. يعني هو حسب على مقاس 15 لقى ان البريشر دروب هيطلع له 21.3، اضطر ان هو يكبر البايب سايز يروح للمقاس اللي بعده عشان يبقى البريشر دروب اكسبتبل بالنسبه له. فدي كده تاني، اهي دي بقى التيبلز بقى برضو زي ما قلنا. مثلا لو انا عندي الضغط 11 بار اشوف طول البايب قد ايه واقسم على النيرست واضرب في الديزاين فلو في الخانة اللي أنا اخترتها بقى. يعني سي لو أنا النيرست لينس 30، يبقى أنا النيرست فلو هجيبه أو الديزاين فلو هوقعه هنا في الكولوم ده وأقسم على النيرست فلو، بعد كده تربيع، بعد كده أضرب في البريشر دروب اللي أنا قريته من التيبل ده. قيمة البريشر دروب اللي هنجيبه لو طلعت قيمتها عالية سي مثلا في رينج ال 34، لا خلاص بروح للمقاس اللي بعده بحيث يبقى قيمة البريشر دروب مقبولة شوية. فدي كده كانت نهاية الشرح النقط المهمة. وطبعا في آخر حاجة نسيت أتكلم عليها، إن إحنا لازم وإحنا بنحسب أطوال المواسير ناخد في اعتبارنا الفيتنجز. فهنا هو مديك كل الفيتنجز اللي موجودة اللي هي هتبقى الـ Hole Valve اللي هو ايزوليشن فولف، ممكن يبقى فيه تي، ممكن يبقى
في 90 ديجري البو، كل دي فيتنجز ممكن ألاقيها في المنظومة، بضطر إن أنا أحولها لإيكويفالنت لينكس وأضيفها معايا، بعد كده أخش في التيبلز بالطريقة اللي إحنا شرحناها دلوقتي. فدي كده كانت نهاية شرح النقط المهمة في الـ HTML، ولو في أي حد عنده سؤال إن شاء الله ممكن أجاوبه عليه في أقرب وقت. شكرا ليكم جدا.